ورجعنا لكم تاني في افترك عندنا. عملنا قبل الفاصل كل حاجة تخص المسكعة أو المسقعة اليوناني، دلوقتي هنرصها. رند رصت البيز بتاع الخضار كله، ودلوقتي أنا شفتي اديت لك كريدت، ودلوقتي أنا هرص البشاميل. اديتني كريدت لأنه قدام الكاميرا، لو إنه ما فيش كاميرا كان ما حكيتش، كان رصيت بالفاصل الأغراض المسكعة. لا بقى لا، طب قولي لي بقى أنت عملتي إيه؟ ها؟ قبل كده بره الكاميرا ساعدتيني في إيه؟ أنا فسخت لك فراخ. لا مش كده، كملي برضه على الكاميرا. ايش كمان نظفت لك او روقت المكان؟ ساعد. رصيت لك مقلوبه كده. عملت لك السلطه. انهي سلطه؟ اللي هي الفتوش مع ال نسيت. كل شيء نسيت، صار مع الزهايمر مبكر سيد عمد. ماشي اوكي. وعملت اللازانيا رصيتها. الله يخلي لي ياسمين، ضلها تفكرني بداني. ايه ياسمين في ايه؟ يلا المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الصوص اللي انا بسميه راجو بالايطالي، بس هو مش راجو بقى، ده العصاج بتاع المسكع. ماشي. والمسكع دي غنيه جدا جدا، مليانه كل حاجه في الدنيا، خضار بكل اشكاله، لحمه وصوص لحمه وطماطم وبشاميل كمان. البشاميل حتى بتاعها دسم وفي بيض. ماشي اهو كلها بتجهز صح. صح. عملت استهتري عليا النهارده. تعبت. لا انا تعبت قد ما انا جعت. يلا اهو، وهنجيب بقى البشاميل مكانها، نضربه ضربه. البشاميل بتاعها بصوا قد ايه دسم وغني واتقل شكله من البشاميل العادي شوي. صح صح، البيت كله من البيت. صح صح. صراحة اوكي. وتاني نكمل. طب نكمل اللعبة اللي لعبناها أنا وياك. أنهي لعبة؟ اللي هي أكثر أكلة تحبها من كل بلد. أيوة قولي لي بلد يلا. راح أقول بلدان من أوكي. من سوريا. سوريا بحب الحراق إصبعه. حراق إصبعه بلكي. وبرضه اليالنجي طبعا. اليالنجي كثير زاكي صراحة كمان. طيب أحط جبنة وهتبقى كده المسكعة جاهزة، أدخلها على الفرن. موافقة. قوليلي. استنى أسألك، طب إشي أكلته إشي يمني؟ يمني بحب الحنيز، اسمه حنيز، وبحب اسمها إيه؟ استني، سحاوق. أيوة. سواحق، سحاوق حاجة كده بحبها قوي، اللي هي الصلصة دي، الصلصة الحارة. ما بعرف. اسمها كده. أنا صراحة هيك حكيت. احكي لك بلد حكيت يمكن ومندي. مش زيرها، يمكن مش ضايق منها، بس طلعتها لا عارفها. انا بعرف المندي بس. ايوه في، وفي الحنيز، وفي اللحم الصغار اسمه اللي هو لحم الغنم الصغيرين. اوكي حلو قوي، اللي زي الفيل. ايوه بالظبط. اوكي اوكي. وفي برضه عندهم على فكره ملوخيه، وعندهم كمان زي ملوخيتنا. اوكي. وعندهم كمان في البسلة، طاجن البسلة والبامية حلوين قوي بتوعهم. عن جد؟ طب يلا انت كده خلصنا المسكعة ودخلناها الفرن، هتقعد تقريبا جوه 20 دقيقة أو لحد ما الوش يتحمر وبس. كده خلاص. تعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل البغاشة. بدل أماكن بس يلا عمر. هروح هناك. يلا طردتني على طول. خدي موبايلك عشان أروق لك، عشان موبايل القناة. موبايلي جوه، ما بفكروني بلعب بعدين عليك أي حاجة. هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي بغاشة. يعني ايه بغاشة؟ انا عامل كده تويست او ميكس بين الفيلو بيستري او اللي هو عجينه الجلاش والبغاشه المصريه بتاعتنا، بس عاملها بكاسترد بنوع مختلف. تعالوا نعمل الاول الكاسترد وبعد كده اقول لكم نرصها ازاي. هاخد بوله كبيره. ماشي هنا اهو، وهقول لكم المقادير دلوقتي حالا. هي ايه؟ الجلاش طبعا او الفيلو بيستري اللي هو ده عادي جدا عارفينه، وكمان زبده متدوبه، بيض وصفار بيض، أربع بيضات واثنين صفار بيض، سكر وفانيليا، بيكنج باودر، لبن وكريمة، وللتزيين سكر بودرة وقرفة. بس كده، ده كل الموضوع. هنعمل الأول كاسترد على البارد. عايز الويسك. عايز الويسك. حاضر يا شيف. شكرا يا فندم. وعايز دي كمان ممكن تدوملي بالمرة قبل ما تطلب الشغلة بتكون عندك. والله ما فيش دلع كده. بص احنا عندنا على فكرة احنا باي بولر، احنا منفصمين. شوي نقلب على بعض شوي نحب بعض، شوي نقلب على بعض شوي نحب بعض. هذا اصلا الملح والفلفل تبع برنامج فطارك عندنا. عن جد لو قلنا انه احنا دائما لطيفين مع بعض بنكون متخانق ورا الكواليس، بنزهق. احنا بنتخانق قدامكم وبنتصالح قدامكم وبنشجع بعض قدامكم، بنطفص بعض قدامكم عادي الطبيعي. يعني عملت ايه؟ نزلت البيض الكامل وبعد كده الصفار. ماشي. وبعد كده السكر.
تمام. بعدين كده. وبعدين البيكنج باودر. وي لا مش هقول، مش هنقولها لك. والفانيليا سرقتها بصراحه، والفانيليا اوكي ولا قرفه لا دلوقتي، واللبن. بصي كله على بعضه اسهل من كده والله ما شفت عن جد. ماشي، وكمان الكريمه. بحب الوصفات هاي انا. شقلب واقلب كده كله، واهو بقى عندنا كاسترد. الكاسترد ده او كاستر، احنا بنقوله كاستر في مصر. الكاستر ده هنعمل ايه بيه؟ هنحطه فوق البغاشه ونقلبها. ممكن منديل كمان، خدوا ممكن منديل كلها. ايوه انا بحب، انا شفت مبذر في المناديل. بده بادجت لحاله على المناديل. ايوه بالظبط. وهنقلب كل الكاسترد اللي انا عملته ده على البارد، مش هندخله فرن ولا هنعمل فيه حاجه، بس لما نسوي البغاشه هندخله، بعد كده ندخله الفرن تاني، فهو هيستوي في الفرن. عشان الناس اللي خافت لما قلت مش هندخله على النار ولا انا اول مره بعرف انه هيك الكاسترد بنعمل. مش ده الكاسترد العادي، ده كاسترد البغاشه. اوكي، انا بحب الكاسترد بشكل عام. وانا كمان، ومرات بحط عليه شوكولاته عشان يصير شوكولاته. بعمل طبعاً هيك طبقه كاسترد الاصفر، بعدين بحط عليه بسكوت. أوكي. وبرضه بعدين طبقه كاسترد شوكولاته، وبرش عليها جوز هند. اوكي، هي من اذكى الاكلات، ومرات اخوي بيطلبها مني، فمره عملت له اياها مش من نفس مش بنفسك. فكانت هيك عم تسبح، فصار كل ما يشوفني يعمل لي هاي الحركات. طيب انا هعمل ايه؟ جبت صينيه عشان ارص البغاشه، والصينيه دي هدهنها كلها بزبده متدوبه. طبعا احنا هنستعمل كميه زبده النهارده، هتجيب لي رند انهيار لاني هدهن كتير زبده في الطبقات. ماشي، هعمل ايه؟ انا بالعكس، انا اكتشفت شغلات يا عمر. ايه هي؟ انا كنت اكل شغلات ما اعرف قديش فيها زبده ولا زيت ولا سمنه، وكنت احبها. ايوه، فهلا انا صار عندي مشكله انه انا بعد ما اشتغلت معك صرت اعرف التفاصيل 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 اللي ما بتظهرش اصلا للناس. بالزبط. حتى فعلا بس تروح على مطعم ما بيكون تكونش عارف كم من اصبع زبده انت حاطط ولا قد ايه كميه الزيت. ما هو الفكره ان دي ما بتظبطش الا بزبده في كل الطبقات، لانه أوكي. بعدين هتبقى عجين مش هتورق. اوكي، بنقول عليها تورق عشان لازم تاخد زبده بين كل طبقه عشان يفصلوا من بعض وعشان يعملوا التوريقه. دي ماشي، زي الكرواسون وزي الحاجات اللي هي كلها فيها توريقه والميل فاي والحاجات دي. ماشي، فعملنا ايه كده اهو. وبعدين هنبتدي اول طبقتين بس هنعملهم، اللي هم البيز بتاعنا، او اللي هو اسمها ايه البيز، اللي هو الفرشه القاع. ايوه، وبعدين هنبتدي بعد كده نعمل ايه، حركه زي الاكورديون زي ما هوريكم حالا دلوقتي. انا بس بسلكهم من بعض، وهجيب دي كده وكده وكده، بس يعني ايه هرحرحهم كده. ماشي، بس انا عايز الاول اعمل ده في طبق تاني عشان هزيت، ولا كده كده اللي هيتزيتوا كلهم. بالظبط، يعني خلينا نعمل كده، مش هنزيتها قوي قد ما احنا هنعمل كده، بس مجرد ان هم يلمسهم الزبده عشان برضو يورقوا. ترقيم هاي هيك عشان يشوفوا شايفين. ماشي اهو كده، بس مش جامد يعني، زي اللي بيعملوا النابكن اللي على الطاولات. بالظبط اهو، وهنحطها كده. ما بتلزقهم بعد، خليهم مفرفدين. لا بس كده يعني عاملين كده مريحين. مريحهم مفرفدين. لا مش هي مريحين بس. اي كلمه ثانيه مش هتبقى صح. مفرفدين عن بعض، انا مش قصدي يعني مرحرحين. ايوه مرحرحين. المهم وصلت لك الفكره، وصلت لكم مشاهدينا. لازم على كل كلمه وقف لي على الكرزم. بتعرف الكرزم؟ لا يعني هذا شيء مصطلح بعرفش ايش هو، بس احنا بنستخدمه. وقف لي على الكرزم، انا وقف لي على الدائره يعني. ماشي اهو كده وكده وهكذا، هنفضل نعمل الحركه دي لحد ما نكمل كل الصينيه. اوكي كده اهو اهو. وهنفضل نعمل المنظر ده. طبعا انا عشان ما اخدش وقت، انا عندي واحده دي تدخل الفرن لمده قد ايه، لمده يعني 10 دقائق بالظبط تبقى عامله كده. ماشي، وهنعمل دلوقتي في دي ايه، انا هسيب دي على جنب اكملها بعدين. هننزل عليها الكاسترد القمر ده، نغرقها كده اهو بالكاسترد. غرقها يا محمد كده، وهجيبها يمين وشمال. شايفة المنظر؟ بصي احلى. انت قولي لي، قولي لي محلاها. محلاها؟ هي مبالغة. مستني محلاها. ما احلى شكلها بتشهي فلا.
فلكية فلكية. يلا هندخل دي الفرن برضو لمدة 10 دقايق كمان تقريبا، وبعدين هنوريكم شكلها هي والمسكعة. بالضبط، وبعدين احنا نعمل كمان شغلة لسه باقي، هنعمل الجريك سالاد، بس طلعينا فاصل وبعد كده نرجع لهم نعمل الجريك. حاضر سالد. يلا حاضر بينا. حاضر يا السيد. يلا رح نطلع لفاصل كثير سريع اكيد مشاهدينا، بعدين اكيد مكملين بحلقة فطارة فطارك عندنا، ما تروحوش بعيد.